وانطلقت فعاليات الدورة الخامسة لمعرض تراثنا 2023 واللي بينظمه جهاز تنمية المشروعات برعاية سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. الدورة الحالية للمعرض بتشهد مشاركة 6 دول عربية تحت هدف بتشارك في الثقافة التراثية. يمكن يا منى معرض تراثنا هو بيعتبر نافذة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحديدا للتسويق لمنتجاتهم كفرصة مميزة لفتح نوافذ تسويقية ليهم خصوصا في قطاع الحرف اليدوية والتراثية عشان نفتح أو ننفتح على أسواق تصديرية جديدة. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن هذه النسخة من معرض تراثنا من خلال الدكتور رأفت عباس رئيس القطاع المركزي للخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. دكتور، يعني ما يميز معرض تراثنا في هذه النسخة عن النسخ السابقة؟ خليني أقول لحضرتك زي ما حضرتك والأستاذة منى يمكن أشرت إلى أنه معرض تراثنا دي تعتبر إن شاء الله النسخة الخامسة للمعرض تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية، وده يمكن أول حاجة بيأكد على اهتمام الدولة بهذه النوعية من المشروعات وخصوصا من الدنيش او من النواحي الاقتصاديه والاجتماعيه وتوفير فرص عمل. وخد بال حضرتك ان احنا يمكن عندنا عدد كبير قوي من الحرفيين اللي بينتهوا هذه الصناعات في مختلف ربوع الوطن في المحافظات المختلفه. السنه دي يمكن الجديد في المعرض 4 محاور مهمين قوي لازم ناكد عليهم السنه دي. السنه دي يمكن سمه المشروعات الحرفيه والتراثيه سمتها بيغلب عليها الطابع غير رسمي. في اطار تحفيز الدوله للقطاع او ادماج القطاع غير الرسمي للرسمي اصدار قانون 250 ومتضمنه من العديد من الحوادث تبتدينا ليتحفز هذه الصناعه او الصانعين على الانضمام في القطاع الرسمي. فتلاقي معظم المتواجدين في معرض السنه دي موافقين او ضحوا وداخلين في القطاع الرسمي بحيث ان يتمتعوا بالمزايا وحقوق الدوله من رصد ادخالهم في قانون 250 بسنه 2020. دي اول حاجه، اول كلمه يمكن في المعرض. النقطة الثانية المهتمين احنا بيها قوي في المعرض ان احنا في جناح خاص بتصدير الصناعات الحرفية. يعني احنا كنا دايما بنفكر على الصناعات الحرفية على المستوى الوطني البيع على السوق المحلي، لا توجه الدولة في الوقت الحالي انت عارف توجه الدولة ده في الفترة القادمة ان شاء الله زيادة حجم الصادرات ب 100 تصل الى 100 مليار دولار من النواحي المختلفة من الأنشطة المختلفة. نعم. الصناعات الحرفية ليها دور في هذا المجال وليها بوتنشال وليها فرص كبيرة قوي واعدة على السوق العالمي، لان عندنا لو حضراتكم والساده المشاهدين شافوا المعرض شافوا المنتجات في منتهى الروعه هتلاقي موجود هناك العديد من الوفود الاجنبيه والمحليه اللي بتطلع على هذه المنتجات في اطار ازاي نتنقلها الى السوق الخارجي. برضو على هامش المعرض وده جديد برضو ان هناك اصبح مجموعه من بعثات المشترين الجهاز لصق مع الجهات المعنيه لايفاد بعض بعثات المشترين من الخارج، فهنلاقي مجموعات كثيره، هنلاقي مجموعه من اسبانيا موجوده هناك بتشوف مين المنتجات اللي تقدر تنقلها للاسواق الخارجيه، هنلاقي مجموعه من الاردن موجوده هناك برضه، السعوديه، هنلاقي مجموعه من امريكا، فرنسا، هنلاقي المجموعات دي موجوده بتبص على المنتجات دي ومدى امكانيه نقلها الى الاسواق الخارجيه وتصديرها الى الاسواق الخارجيه، وده محور مهم قوي لازم اقول لحضرتك عليه. الحاجه الثالثه ودي الجديده برضه ان احنا بنحاول نبقى كاشلس، بمعنى ان احنا نحد من تداول الاوراق الماليه، بمعنى يشتغل بالاي تي اس بالكاش بالفيزا بكده، ودي يمكن موجود المكن ده متاح هناك. طبعا ما اقدرش اقول لحضرتك 100% انما ده متاح وده متاح، بس بنميل اكتر لموضوع اللي هي الكاشلس او من غير دفع او استخدام الكارت للكروت فيزا في الدفع وكده. الحاجه الرابعه ودي الجديده عندنا برضو ان احنا طورنا، ما بقاش المعرض فقط لعرض منتجات للمستفيدين انما برضو استقى او تضمن خدمات اخرى. الجهاز ابتدى يتيح في جناح خاص خدمات غير تمويليه وتمويليه للعارضين وللزائرين. ده بقى سؤال للعارضين وللزائرين، انا كنت عايز اسال على العارضين، اعرف أنا كعارض دائم بعرض معانا، إيه اللي استفدته السنة دي بحيث إن أنا عارض قديم، ولو أنا عارض جديد أول مرة أعرض، برضو إيه التسهيلات اللي اتقدمت لي؟ وبعدين بقى كمان حضرتك تكلمنا عن الزائرين اللي هيتعمل لهم خدمات زيادة. أوكي، متشكر قوي إن أنا السؤال ده سؤال رائع. أولاً لازم نقول بس في عجالة سريعة
هو الاعداد اللي موجوده دي شكلها ايه؟ النهارده بنتكلم على 1117 عارض موجودين في المعرض، 30% منهم اول مره يعرضوا في تراثنا وفي معارض اخرى، وده مهم قوي، الرقم ده مهم قوي لو تسمحي لي يا استاذه منى. اتفضلي يا فندم. فده الباقي 70% عرضوا قبل كده في معارض مره مرتين، انما ال 30% مهم قوي، نسبه كبيره من العدد الكبير ده كله 71% سيدات مثلا. فده مهم قوي ان انا اقول لحضراتكم، فالعارض الجديد احنا بنميل الى انه ياخد مميزات اكتر من العارض الفقري، بمعنى خدمات اكتر. فيز معينه في العرض بتاعه، فده مهم قوي ان احنا نقول عليه، الخدمات اللي احنا دايما بنقدمها له ان احنا ازاي نساعده ان هو لانه ما اشتركش قبل كده، ازاي نساعده مش بس انه يعرض منتجه انما يجود منتجه. نساعده يصور منتجه ويرفعه على منصات التجاره الدوليه، وهنا في المعرض مدخلين معانا اكبر منصتين دوليتين او اكبر منصتين للتجاره الالكترونيه جوميا وامازون وايادي مصريه كمان التابع لوزاره التنميه المحليه. ده بيسر كتير قوي ان العميل او الصانع او العارض يجي عندنا في جناح جمعيه المشروعات ويصور منتجه تصوير احترافي، لان خلي بال حضراتكم احنا هنا لما بيجي يسوق تسويق الكتروني لا يتمتع المستهلك بانه حاسه اللمسه او الصوره بتعبر وهي اللي بتحدد قرار الشراء للمستهلك النهائي. فاحنا عارفين كويس قوي ان المصنع او العارض لا يديك تصوير منتجه لان دي حاجه هو بركز في شغله، فاحنا بنتيح هذه الخدمه بالمجان على هامش المعرض لتصوير المنتجات. ايه تاني بنعمله؟ بنحاول ان احنا نساعده في ان لو سعر المنتج بتاعه مش عارف يسعره في خبراء موجودين في المعرض بيساعدوه على تسعير منتجه. ايه تاني بنقدمه؟ بحيث ان احنا ناخد سعر عادل ليه، يبقى عنده هامش ربح كويس وما يبقاش مغالى في السعر بالنسبه للي بيشتري. طيب بص حضرتك احنا بندور على الميزه التنافسيه للمنتج المصري. الميزه التنافسيه معيارها عده مؤشرات زي ما حضرتك اشرت عليها، سعر وجوده واتاحه. يعني بمعنى ازاي؟ انا محتاج مثلا 100 قطعه من هذا المنتج، لو اديتني خمسه مش هينفعوا، على عايز 100. فهي فكره اتاحه المنتج نفسه ده معيار في التنافسيه، في الميزانيه التنافسيه. سعر المنتج زي ما حضرتك قلت سعر عادل، العداله بتاعت السعر بتاتي منين؟ من الماركت بيز، بمعنى انا ممكن اشتري السلعه دي من مكان اخر بسعر اقل ولا ايه؟ احنا بندور على سعر عادل يرتضيه. طيب دكتور، دكتور خلينا نتكلم ان احنا في وقت بنسعى فيه للتكامل ما بين الدول بعضها البعض، ازاي شايف ان معرض تراثنا ممكن يشجع نقدر نقول التجاره البينيه والتكامل الاقتصادي اقليميا، خصوصا ما بين الدول المشاركه في هذه النسخه والدول العربيه تحديدا وجمهوريه مصر العربيه؟ ده مظبوط جدا. احنا النهارده يمكن على هامش معرض او في معرضنا الحالي في ست مشاركه لست دول، ست دول منهم ثلاث دول مشاركه لاول مره خلال الخمس نسخ اللي فاتت. عندنا الجزائر دي شرق، عندنا البحرين ودي اول مره طبعا تشترك، عندنا البحرين اول مره، عندنا تونس اول مره، بخلاف الامارات اللي اشتركت معانا قبل كده وبنتشرف بتواجدها مع السعوديه مع الاردن. انما الجميل لاجابه حضرتك دي سرعة بقوة، عندنا نقطتين مهمين جدا. اولا هناك تعاقدات بتتم ما بين الاجنحه دي وبين بعض المستهلكين او بعض سوري او بعض الصناع والعارضين المتواجدين حاليا، بمعنى ان يقول له السوق بتاعي محتاج من عندك كذا، ده مش بس كده، بيقول له ده انا ممكن اتكامل صناعيا في المنتج ده. انت ممكن تديني المنتج ده لغايه المرحله ديت وانا هاخده اعمل له فينش ويبقى جوينت، احنا بنتكامل مع بعض، ودي بنسميها في عرض التنميه او في الاقتصاد او التسويق بي تو بي، بزنس تو بزنس. صحيح. بيتكاملوا مع بعض عشان ينتجوا منتج واحد. الحاجه الثالثه ودي اللي اقرها جهاز تنميه المشروعات مع هذه الدول ان المعامله بالمثل، بمعنى انا النهارده دعيتك في معرضي حضرتك تدعيني في معرضك. بيفتح نوافذ جديده للعارضين المصريين. فحضرتك نوافذ كتيره للعارضين المصريين في الاسواق اللي هي بتاعت الدول دي. وخليني اقول لحضرتك ما يتم عندنا واستدعاء لبعثات المشترين اكيد الدول الاخرى بتعمل زيسيل، فانت بتعمل اكسبنشن، بتعمل توسع كبير قوي. صحيح. للعارض بتاعه، هو العارض موجود بس بقى فيه فرصه نافذه ان هو يتواجد في تراثنا خلال الفتره اللي هي الحاليه اذا كنا بنتكلم على انها من 8 الى 14. اثر المعرض ده اللي انا عايز اكده لحضراتكم بيمتد على مدار العام،
هتلاقي ان العارض النهارده عارض منتجه وبيشتغل عليه بقيه السنه، خليني اقولها لك، او معظم السنه. هو المعرض مستمر كام يوم يا دكتور؟ هي من 8 ل 14. من 8 ل 14، يعني احنا بنتكلم فاضل 3 ايام في المعرض تحديدا. فاضل 3 ايام، واتمنى او دعوه من خلال منصتكم الكريمه لجميع الساده المشاهدين لزياره هذا المعرض، وفعلا هنتشرف بمنتج بلدنا وبالصناع والفنانين المتواجدين عندنا في المعرض. صحيح. بنشكر حضرتك الدكتور رأفت عباس، رئيس القطاع المركزي للخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات.